لحظة يا آغا، إذا خلصت شغلك روح على المطبخ وقل لهم حجي آغا بده بقلاوة. ولك إن شاء الله سم الهاري، ليل نهار عم يتزهرم ولسه العقرب ما شبع. يي هذا أنت بلبل آغا؟ ما عرفتك، متغير كتير مو هيك؟ معقولة هذا بلبل آغا يلي منعرفه؟ ليكون معاجبك يا خانم، النظافة من الإيمان أصلاً، بس أنتم متعودين على الوساخة. ضحكي لقلك إلا ما توقعي بإيدي، وقتها لا تلومي إلا حالك لأني رح خليكي تبكي دم يكون بعلمك. على مهلك، شو هذا اللي جايبتي؟ صحن شوربة ورغيف خبز ناشف وبس؟ وشو متوقع يا سلطانة؟ نجيب لك لحم مشوي وصحن سلطة على الحبس؟ سلطانتي الغالية، أعرف بأنك غاضبة مني لأنني لو تمكنت من قتل السلطان أحمد كان كل شيء سيسير بشكل مختلف. لا تشكي أبداً بأنني لم أفعل ما بوسعي، وتأكدي بأنني سأبقى مخلصاً لك مهما حصل، وسأبقى خادمك الأمين. أنا أعدك أن أنتقم من كل شخص كان سبباً في سجنك، وعلى رأسهم السلطان قسم. سوف تندم على كل ما فعلته بك. احترامي يا باشا. يا رجال، يبدو صعب كتير نحل هالموضوع جوات القصر، ولهيك لازم نطلع السلطانة قسم لبرا. حتى لو طالعناها رح يكون معها أغوات كتير يا باشا، ومعلومك عددنا قليل. لهيك دققت ببعض الأمور. باليوم اللي صار فيه الهجوم على القصر عرفت شغلة كتير مهمة. السلطانة قسم هالمرة رح تجي على الموت برجليها.